بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الطلبة، مرحبا بكم أيها الأحبة مع درس جديد من دروس الكيمياء 5 كيم 318 للمستوى الثالث العلمي. درس اليوم كما هو واضح أمامكم كتابة المعادلات النووية. في الدرس السابق التحلل الإشعاعي ذكرنا أن التفاعلات النووية تنقسم إلى قسمين. القسم الأول التفاعلات النووية التلقائية، وذكرنا أنه يعبر عنها بالنشاط الإشعاعي. النوع الثاني من التفاعلات النووية التفاعلات النووية غير التلقائية، ويعبر عنها بالتحول غير التلقائي. في التفاعلات النووية التلقائية، أي في النشاط الإشعاعي، تتحول النواة غير المستقرة لأحد العناصر بصورة تلقائية إلى نواة مستقرة لعنصر آخر، وينطلق جسيم أو أكثر حتى تصبح هذه النواة مستقرة. لو نتجت نواة غير مستقرة في النواتج ستستمر هذه العملية إلى أن نصل إلى حالة الاستقرار. في التفاعلات النووية غير التلقائية أو في التحول غير التلقائي، لاحظوا أعزائي أنه تحول غير تلقائي. تحول غير تلقائي، في التحول غير التلقائي اسمه تحول غير تلقائي، أي أن هذه العملية لن تحدث بشكل تلقائي، ولذلك نحتاج إلى جسيم ذو طاقة عالية حتى يحفز هذه النواة لتتحول إلى نواة جديدة، وتنطلق مجموعة جسيمات وقد يكون جسيم أو أكثر. في الدرس السابق التحول الإشعاعي ذكرنا بعض الأمثلة. قد يجد بعض الطلاب نوع من التشابه ويدخلون في مرحلة الشك، هل هذا التفاعل يصنف على أنه نشاط إشعاعي أو تحول غير تلقائي؟ سنأخذ بعد قليل أمثلة، ولكن سأذكر مثال لربما هو الذي يحدث الجدل. مثلا الكبريت، يذكر في الكتاب أنه يمكن أن يقتنص إلكترون، يأسر إلكترون فيتحول إلى الفوسفور. قد يرى بعض الطلبة أن هذا التفاعل تحول غير تلقائي، لأننا ماذا؟ قذفنا هذه الذرة بالإلكترون. لا أعزائي، هذا التفاعل هو نشاط إشعاعي، هو فقط إعادة كتابة للتفاعل. التفاعل الأصلي أن الكبريت يتحول إلى فوسفور بإشعاع البوزيترون، يعني أن إذا رأينا الإلكترون ضمن المتفاعلات هذا عبارة عن شنو؟ عن إطلاق بوزيترون. هذه المعادلتين تمثلان نفس التفاعل. لاحظ الناتج واحد، الفوسفور الفوسفور. في التحول غير التلقائي الجسيمات تكون ذات طاقة عالية وثقيلة. أشهر هذه الجسيمات جسيم ألفا والنيوترون. الآن نبدأ بالأمثلة التطبيقية، وأتمنى أن تكون الأمور أكثر وضوح لكم. التحلل التلقائي، سنبدأ بالجزء الأول، التحلل التلقائي أو ما يعبر عنه بالنشاط الإشعاعي. والسؤال: تستخدم وكالة الفضاء الأمريكية ناسا عملية إشعاع جسيمات ألفا البلوتونيوم، ورمزه يعطى في السؤال، مصدر حرارة المركبة الفضائية، اكتب المعادلة الموزونة لهذا التحلل. إذن المادة الأساسية، العنصر الأساسي هو البلوتونيوم،
يشع جسيمات ألفا، عملية إشعاع جسيمات ألفا. إذن الناتج إشعاع، إشعاع يعني يكون في النواتج جسيمات ألفا. السؤال، هل المعادلتين الآن متساويتين من حيث العدد الذري والعدد الكتلي؟ واضح أن العددين مختلفين، لا العدد الذري متساوي ولا العدد الكتلي متساوي، إذن هناك شيء مفقود، فيكتب الطالب زائد. وإذا كان العنصر معروف يكتب الطالب الرمز الصحيح، إذا كان مجهول يمكنه أن يضع الرمز X، أي عنصر لا أعرفه وهو غير مطالب بمعرفة الأعداد الذرية لهذه العناصر. إذن لماذا العدد 92؟ لاحظوا أعزائي، 2 زائد 92 94، 4 زائد 234 238. إذن هذا هو التفاعل الأول. والآن مع المثال الثاني أعزائي لنقرأه معا. السؤال، اكتب معادلة نووية موزونة للتفاعل الذي يتضمن تحلل، تحلل من أعزائي؟ الأكسجين 15. إذن الأكسجين النظير الذي نتكلم عنه في هذا السؤال هو الأكسجين الذي عدده الكتلي 15 بعملية انبعاث البوزيترون. قبل أن نكتب المعادلة، بما أن السؤال ذكر كلمة تحلل، تحلل أي عملية نشاط إشعاعي كما هو واضح في الشريحة، وهذه عملية تلقائية، ماذا سينتج؟ سنلاحظ بعد قليل. الأكسجين 8-15 كما هو مطلوب في السؤال يتحلل بشكل تلقائي بعملية انبعاث البوزيترون. إذن البوزيترون هو ناتج وسيكون عبارة عن الإي، الإي بالإضافة، الإي صفر موجب واحد، إذن رمزه قد لا يكون واضح، سأعيد كتابته، صفر موجب واحد، هذا البوزيترون وهو عبارة عن أشعة بيتا الموجبة. يتحلل الأكسجين بشكل تلقائي فينتج البوزيترون زائد، عرفنا الجسيم. كل عملية تحلل تلقائي النواة غير المستقرة تنتج جسيم ونواة أكثر استقرار. يا ترى أي النواة، ما هي النواة التي ستنتج وستكون أكثر استقرار من الأكسجين 8-15؟ إذن لاحظوا معي أعزائي، الناتج، الناتج هو النيتروجين 7 العدد الذري و15 هو العدد الكتلي. وبطبيعة الحال بما أن هذه العملية عملية تلقائية سيكون النيتروجين أكثر استقرار من الأكسجين، لأن هذه العملية تلقائية والمواد تتحلل تلقائيا إلى ما هو أكثر استقرارا منها. كيف عرفنا أن النيتروجين هو الناتج أعزائي؟ لأن العملية عملية حسابية بسيطة، العدد الذري الذي بدأنا به هو 8 والبوزيترون 1، كم يتبقى؟ 8-1 يعطي 7، أو 7 أضفنا لها 1 سيكون 8. العددين في الأعلى 15 وصفر، لو جمعناهما سيكون العدد 15. إذن يجب أن نلاحظ أن مجموع الأعداد الذرية في الطرفين يتساوى، ومجموع الأعداد الكتلية التي هي في الأعلى يجب أن تكون أيضا متساوية. إذن قد تتساءل لماذا وضعنا رمز النيتروجين؟ لأن النيتروجين معروف هو العنصر الذي عدده الذري 7. الآن ننتقل للمثال الثالث، ومع هذه الأمثلة أتمنى أن تكون الأمور واضحة أكثر لديكم أعزائي. السؤال يقول، يستعمل الثوريوم، الثوريوم أي نظير؟ النظير 229، وهذا هو رمزه، هذا هو رمز العنصر، وقد استخرجنا هذا الرمز من أين؟ من الجدول الدوري، يعطى إلينا في السؤال. العدد الذري 90
والعدد الكتلي 229 لزيادة فترة صلاحية المصابيح. ما نوع الجسيم؟ إذا السؤال الجسيم الناتج عندما يتحلل الثوريوم يتحلل، إذا نعود من جديد إلى نفس الكلمة تحلل أي عملية تلقائية، ستنتج نواة جديدة أكثر استقرار من الثوريوم بالإضافة إلى أحد الجسيمات وهو ما يسأل عنه السؤال. النواة الجديدة الأكثر استقرار أعطيت إلينا هي من؟ الراديوم. إذن سنبحث عن الجسيم في هذا السؤال، ما هو الجسيم الذي سينتج مع الراديوم؟ إذن الثوريوم يتحلل تلقائيا ينتج الراديوم الأكثر استقرار بالإضافة إلى جسيم. أعزائي بعملية حسابية بسيطة، العدد هنا 90، العدد في الطرف الآخر 88، كم الفرق بينهما؟ كم أحتاج أن أضيف إلى 88 حتى يكون العدد 90؟ العدد سيكون 2. وكم أحتاج أن أضيف إلى 225 حتى يكون العدد 229؟ العدد هو 4. إذن 2 و4. إذن عملية حسابية بسيطة، والجسيم الذي عدده الذري 2 والعدد الكتلي 4 هو الهيليوم واسمه جسيم ألفا. إذن الجسيم الناتج هو ألفا ورمزه ماذا؟ 2 4. إذن التحلل، السؤال، الإجابة على هذا السؤال، ما نوع الجسيم؟ يجب أن تعلق على الإجابة، لا تكتب المعادلة عزيز الطالب وتتركها بدون تعليق. إذن الجسيم الناتج هو ألفا ورمزه، رمز جسيم ألفا، جسيم ألفا يكتب إما ألفا 2 4 أو يمكن كتابته هيليوم 2 4 في المعادلات النووية. الآن ننتقل إلى معادلات أخرى، ولكن هذه المرة من خلال الصورة. يجب أن نتعلم أن نجيب على الأسئلة بصور مختلفة، قد تكون في صورة فقرة، قد تكون في صورة رسم، وقد تكون في صورة جدول. السؤال تحدي، يبين الشكل المقابل إحدى طرق تحلل البزموث. البزموث وعدده الكتلي 212، هذا هو العنصر المطلوب. ليكون النظير A، النظير A هذا في عملية التحلل الأول، ثم النظير B في التحلل الثاني. السؤال اكتب معادلة نووية موزونة لهذا التحلل. تحلل أي عملية تلقائية، وكما تعلمنا منذ قليل أعزائي ستكون لدينا نواة غير مستقرة تتحلل بشكل تلقائي تعطي نواة جديدة أكثر استقرار بالإضافة إلى جسيم أو أكثر. إذن نعيد ما ذكرناه، إذن لدينا نواة غير مستقرة ثم تحللت وأعطت جسيم ونواة أخرى، متى يتوقف التفاعل أعزائي؟ إلى أن نصل إلى نواة مستقرة تماماً، أي أن المعادلات النووية ليست دائماً معادلة واحدة، قد تكون في صورة سلسلة من التفاعلات إلى أن نصل إلى حالة استقرار أكبر ما يمكن. أعزائي الطلبة، إذا نجيب على السؤال أو الفرع الأول من هذا السؤال وهو الفرع A. الفرع A اكتب معادلة نووية موزونة لهذا التحلل. إذا البزموث كما هو في السؤال هذا رمزه تحلل وأنتج جسيم ألفا. أنتج جسيم ألفا، ماذا يا ترى العنصر الآخر؟ الآن لدينا البزموث 83 212، تحلل وأنتج هذا الجسيم، جسيم ألفا. سنضع المجهول في صورة A. إذن A الآن لدينا
مجهولين X و Y، أي العدد الذري والعدد الكتلي. العدد الذري لاحظوا أعزائي أن هذا الطرف 83 وهنا 2، إذن الفرق 83 ناقص 2 يساوي 81. بالنسبة للعدد الكتلي لاحظوا أعزائي في الطرف الأيسر 212 وفي الطرف الآخر 4، كم الفرق بينهما؟ 212 ناقص 4 يساوي 208. إذن العنصر أو النظير المجهول هو A 81208. ولو أعطينا جدول دوري في السؤال، كان لدينا جدول دوري، سيكون العنصر المجهول هو عنصر الثاليوم. عنصر الثاليوم 81، وسيكون بطبيعة الحال بما أن هذا تحلل، عملية تحلل، إذن تتحول النواة الغير مستقرة إلى نواة أكثر استقراراً منها. الآن التحلل الآخر، لأن هذه العملية في مرحلتين، تحلل A أيضاً إلى B. الA يتحلل، ماذا يطلق أعزائي؟ يطلق جسيم بيتا. إذن يطلق جسيم بيتا، وبالإضافة لذلك سنقوم بنفس العملية. الآن المجهول هو B. لاحظوا أعزائي العدد الذري 81 وفي الطرف الآخر سالب 1، كم الفرق؟ إذن الX يساوي 81 ناقص ناقص 1، إذن سيكون العدد الذري 82. العدد الكتلي Y يساوي واضح 208 ناقص 0، سيكون ناتج 0. إذن سيكون ناتج 208. إذن ناتج 208 ناقص 0 208، وهذا هو الناتج. إذن أصبح العنصر، لو كان لدينا جدول، هو من؟ العنصر رقم 82 هو عنصر الرصاص. إذن هذا ما كان مطلوب من هذا السؤال، وقد أجبناه بالتفصيل فقط حتى تصبح الأمور أكثر وضوح لكم أعزائي. طبعاً قبل أن ننتقل لسؤال آخر، لو طلب منا سؤال إضافي أضيف إلينا بالإضافة إلى A و B، لو طلب منا C، أي النواتج، أي الأنوية الثلاثة أكثر استقراراً؟ هل هي النواة الأصلية هي البزموث أم A أم B؟ ماذا تتوقعون أعزائي ستكون الإجابة؟ ستكون الإجابة كما توقعتم، الناتج الأخير هو الأكثر استقرار، وإلا لو كانت البداية هي المستقرة لما حدث هذا التحلل. إذن دائما يكون الناتج الأخير هو الأكثر استقرار. إذن لو كان لدينا جدول، لا تنسوا أعزائي أن الـ A نستطيع أن نكتب الـ A، لو كان عندنا جدول وهذه الأشياء لا تحفظ وإنما من خلال الجدول، هذا العنصر هو نفسه الثاليوم، عنصر الثاليوم، وبالنسبة لـ B سيكون العنصر هو النظير، نظير الرصاص. هذه ما أكتبه الآن فقط يكتب إذا كان لدينا جدول، إذا لم يكن لدينا جدول تبقى المعادلة كما هي في صورة رموز افتراضية A و B. الآن ننتقل أعزائي إلى سؤال، ننتقل إلى سؤال جديد. لاحظوا أعزائي هذه الصورة، ماذا تعبر هذه الصورة؟
لدينا سلسلة تفاعلات نووية تبدأ بنواة غير مستقرة، هذه البداية، وتنتهي بنواة مستقرة. أخذنا مع بداية هذا الدرس أن نواة غير المستقرة في النشاط الإشعاعي تبدأ بشكل تلقائي بإشعاع الجسيمات إلى أن تنتج جسيم ونواة. النواة أهم حاجة في هذه القصة أن النواة الناتجة تكون مستقرة. السؤال: ماذا لو كانت هذه النواة غير مستقرة؟ إذا كانت النواة غير مستقرة ستستمر عملية التحلل مراراً وتكراراً إلى أن نصل إلى نظير مستقر. إذن ليس بالضرورة أن تكون هذه العملية في خطوة واحدة، قد تكون في عدة خطوات إلى أن نصل إلى نظير مستقر. أعزائي، إذن هذا فقط للتوضيح. إذن هذا اليورانيوم لاحظوا العدد الذري 92 و 238 هو العدد الكتلي. إذن اليورانيوم 92 238 بدأ عملية التحلل في خطوات عدة إلى أن وصل إلى النظير المستقر وهو الرصاص. لاحظوا أعزائي العدد الذري 82 والعدد الكتلي له 206. لاحظوا أعزائي اسم السلسلة هي سلسلة تحلل يورانيوم 238. لماذا سميت هذه السلسلة باسم اليورانيوم؟ لأن هو النواة التي بدأ بها التحلل. إذن اسم السلسلة دائما تكون باسم النواة الغير مستقرة التي بدأ بها التحلل. أعزائي الطلبة، لنتصور أن هذا السؤال أتى إلينا بدون صورة. كيف نستطيع أن نعرف كم عدد إشعاعات جسيمات ألفا؟ كم عدد جسيمات ألفا التي نتجت في هذا التحلل؟ والتي يعبر عنها في هذه الصورة بالسهم الأحمر، هذه الأسهم الحمراء. كلها ألفا، كل هذه الأسهم عبارة عن جسيمات ألفا، وكل الأسهم باللون الأزرق عبارة عن تحللات بيتا. السؤال مع الصورة ستكون الإجابة سهلة. السؤال: لو لم نعطى صورة أو أعطيت لنا صورة أو أعطي لنا سؤال لمادة أخرى غير اليورانيوم، سلسلة أخرى ليست لتحلل اليورانيوم، كيف سنستطيع أن نوجد عدد تحللات جسيمات ألفا وعدد جسيمات بيتا التي نتجت؟ من خلال الصورة العملية سهلة. في هذا التحلل لدينا واحد، هذا رقم واحد تحلل بالنسبة إلى ألفا، واحد، اثنين، هنا ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، وثمانية. هذه بالنسبة إلينا ألفا. بالنسبة إلى بيتا لاحظوا أعزائي، هذا واحد، هنا الثاني، الثالث، الرابع، الخامس، والسادس باللون الأزرق، وضعناها بلون مختلف وبالأرقام الإنجليزية حتى تكون واضح لديكم أن هناك ثمانية من جسيمات ألفا وستة من جسيمات بيتا. هذه بوجود الصورة. ماذا لو لم تكن الصورة موجودة؟ هل نستطيع أن نوجد نفس العدد بدون الاستعانة بالصورة؟ الجواب أعزائي ستجدونه في الشريحة القادمة. إذن سنحول الصورة إلى سؤال. اكتب معادلة التحلل التلقائي. تلقائي يعني جسيمات ألفا، جسيمات بيتا، ويصاحبها أيضا أشعة جاما. إذن تحلل تلقائي، اليورانيوم 238 يتحلل إلى الرصاص 206. الآن لنبدأ. إذن اليورانيوم يتحلل إلى الرصاص
كيف نستطيع إيجاد عدد جسيمات ألفا؟ نقوم بحساب العدد الكتلي، الفرق بين الأعداد الكتلية 238 ناقص 206 حتى نوجد ماذا أعزائي؟ طبعاً الجواب 32 حتى نوجد هذا الفرق ونقسمه على 4. لماذا نقسمه على 4؟ لمعرفة جسيمات ألفا العدد الكتلي لها 4. ولماذا أعزائي لم نستخدم بيتا؟ لأن بيتا أيضاً تغير، طبعاً بيتا لا تؤثر في العدد الكتلي، لكن كليهما يؤثران في ماذا؟ يؤثران في العدد الذري. إذن خلنا لنبدأ بالكتلي ونركز على ألفا لأنه يحمل رقم 4. إذن سنأخذ العدد 32 ونقسمه قسمة 4 فيكون الجواب 8. إذن 8 تحللات من جسيمات ألفا. إذن أعزائي 8 لو ضربت في 4 سيكون الجواب 32، و 32 مع 206 سيكون الجواب 238. وقد أثبتنا ذلك من خلال الصورة الشريحة السابقة، قمنا بعد جسيمات ألفا وكان العدد 8، واحتفظوا بعدد جسيمات بيتا منذ قليل قلنا بأنها 6. سنثبت الآن أن عددها فعلا 6 وتكون المعادلة كلها موزونة. لكن لاحظوا أعزائي أننا بضرب العدد 8 في العدد 4 قمنا بموازنة العدد الكتلي. السؤال، هل العدد الآن موزون؟ لاحظوا أعزائي 8 في 2 كم؟ 8 في 2 يساوي 16. إذن لدينا 16 وهنا 82. كم المجموع؟ مجموعهم يكون 98، ولكني أريد أن يكون العدد الذري 92، فكم أحتاج؟ أنا لا أستطيع أن أغير المتفاعلات ليلحق في النواتج، لأن المتفاعلات دائما نواة واحدة. إذن 98 كم أستطيع أن أضيف أو أطرح حتى نصل 92؟ بما أن العدد 98 أكبر من 92 إذن أنا بحاجة لطرح. أطرح كم؟ أطرح 6 حتى يكون الجواب 92. أو يستطيع الطالب أن يقول 98 ناقص 92 فيكون الجواب أيضا بصورة أخرى، يستطيع الطالب أن يقول 98 ناقص 92 فيكون الجواب 6 وهو عدد جسيمات بيتا. الآن إذا سنضيف جسيمات بيتا، لاحظوا أعزائي 6 في سالب 1 سالب 6، سالب 6 مع 98 سالب 6 مع 98 يكون الجواب 92، وبذلك تكون المعادلة موزونة. ولو ضربنا 6 في 0 لن يتأثر العدد الكتلي وسيكون الطرفين 238. إذن الخلاصة، لو طلب منا كم عدد جسيمات ألفا وكم عدد جسيمات بيتا، سيكون 8 تحللات من ألفا و6 تحللات من بيتا. هذا المثال الأول. قد يكون شرح هذا السؤال صعب، لكن ليس المثال الأخير، هناك مثال إضافي للتوضيح بصورة أكبر، لكن لنمسح ما كتبنا حتى لا تتشوشون بين الحلين. إذن حتى نتأكد من فهمكم، حاول عزيز الطالب أن تجيب بنفسك على هذا السؤال
وتأكد من إجابتك. يجب أن تكون الإجابة النهائية، سأوضحها لكم أعزائي، فقط وتأكد. هل تستطيع الوصول لهذه الإجابة؟ لاحظ عزيزي، سيكون الجواب هذه إجابة السؤال. هذا تدريب لك في المنزل، تأكد من إجابتك كما هو موضح في هذه الشريحة. الآن ننتقل إلى كتابة المعادلات النووية، ولكن الشق الثاني. انتهينا من النشاط الإشعاعي، التحلل التلقائي الذي يحدث بصورة تلقائية دون الحاجة إلى مؤثر خارجي. والآن ذكرنا في بداية اللقاء أن التحول غير التلقائي يحتاج إلى جسيم ذو طاقة عالية يجبر التفاعل على الحدوث، أي لا يحدث بشكل تلقائي، ويكون الناتج نواة جديدة ومجموعة من الجسيمات. التحول غير التلقائي عزائي، قام العالم راذرفورد بإجراء أول تحول لعنصر إلى عنصر آخر، أي أول عملية تحول غير تلقائي كتبت وكانت من نصيب العالم راذرفورد في المختبر، وقام بقذف النيتروجين كما هو موضح بهذه المعادلة التي أمامكم. قام بقذف نواة النيتروجين بقذيفة، وهي ماذا؟ عبارة عن جسيمات ألفا. كان الناتج أعزائي عبارة عن الأكسجين بالإضافة إلى جسيم وهو ذرة الهيدروجين أو البروتون، اللي هو بالنسبة إلينا الهيدروجين يكتب أيضا في المعادلات في صورة بروتون واحد واحد. الآن سنبدأ التدريب كما تدربنا على النشاط الإشعاعي، نتدرب على التحول غير التلقائي. السؤال: اكتب معادلة نووية موزونة. يجب أن تكون معادلة، حتى لو لم يذكر السؤال، المعادلات النووية يجب أن تكون موزونة للتحول. لاحظ، غير، ليس تحلل، تحول غير تلقائي. لمن؟ للأكسجين إلى النيتروجين. من خلال ماذا؟ هذه العملية ليست تلقائية. ما هي القذيفة، النواة التي قذفت على الأكسجين؟ هي بروتون، والناتج عبارة عن جسيم ألفا بالإضافة إلى ذرة النيتروجين. إذن الأكسجين تحول إلى النيتروجين بماذا؟ بعد أن قذف بالبروتون. هذا ما ذكر، القذيفة هي عبارة عن بروتون. ما هو الناتج يا ترى؟ الناتج مذكور في السؤال، لا داعي للبحث عنه، نحتاج أن نقرأ السؤال بشكل متأني. الناتج سيكون جسيم ألفا والنيتروجين. ذرة النيتروجين كتبت، الآن المتبقي جسيم ألفا، ولاحظوا أعزائي أن المجموع 4 × 13 مجموع 1 و16، المجموع في كلا الطرفين 17. 1 + 8 هو نفسه 2 + 7، المجموع 9. السؤال الثاني: اكتب المعادلة النووية الموزونة للتحول غير التلقائي. أيضا هذا تحول غير تلقائي، إذن ستكون لدينا نواة وقذيفة جسيم، ثم الناتج نواة جديدة وجسيم أو مجموعة جسيمات. من هي النواة التي ستقذف؟ الألمنيوم. وماذا إلى ماذا ستتحول؟ تتحول إلى الصوديوم. بعد أن قذفت بماذا؟ القذيفة عبارة عن نيوترون، والناتج هو جسيم ألفا. إذن يجب أن نرتب من المتفاعلات ومن النواتج أعزائي. إذن المتفاعلات تحول غير تلقائي للألمنيوم، هذا عبارة عن متفاعلات، وهذا أيضا المتفاعلات بعد أن قذف بالنيترون. المتبقي الصوديوم، الصوديوم سنضع حوله شكل مختلف، هذا ناتج وأيضا جسيم ألفا ناتج. إذن قراءة السؤال جدا مهمة. إذن الألمنيوم تحول إلى الصوديوم بعد أن قذف بالنيوترون، ونتج الصوديوم بالإضافة إلى جسيم ألفا. ودائما نؤكد على أن مجموع الأعداد الذرية في الطرفين
يتساوى، ومجموع الأعداد الكتلية أيضا أعزائي في الطرفين يجب أن يكون متساوي. المعادلة الثالثة، اكتب معادلة نووية موزونة لقذف البلوتونيوم. إذا البلوتونيوم من ضمن المتفاعلات، متفاعل مع من؟ بجسيم ألفا، هذا أيضا متفاعل. وإنتاج، إذا ناتج، هذا ناتج واحد كأحد المواد الناتجة، ولم يذكر النواة الأخرى التي ستنتج. إذا البلوتونيوم قذف بجسيم ألفا وأنتج النيوترون بالإضافة. نقوم بعملية حسابية بسيطة، مجموع العددين 92 2 مع 94 عفوا، إذا 94 زائد 2 96، وفي الطرف الآخر 0. إذا لو طرحنا 96 ناقص 0 الناتج هو 96. إذا هذا سيكون العدد الذري للنواة الناتجة. إذا قد يسأل من، ما هو رمز هذه النواة؟ ما اسمها؟ الطالب غير ملزم بحفظها، يستخرجها من الجدول الدوري. قد إذا كنت لا تعلم اسم العنصر ضعه في صورة الرمز X، وإذا كان الجدول الدوري لديك يمكنك أن تضع الرمز الصحيح. 239 بس من باب التأكد، 239 وأضفنا إليها 4 سيكون المجموع 243. 243 لاحظوا أعزائي في هذا الطرف كان فقط واحد، إذن واحد بإضافته إلى 242 سيكون الناتج في كلا الطرفين هو 243. إذن المجموع، مجموع الطرفين يكون دائما متساوي، مجموع الأعداد الذرية متساوي في الطرفين وكذلك مجموع الأعداد الكتلية. قبل أن ننتقل، لاحظوا أعزائي جميع هذه التفاعلات، هل أحد هذه التفاعلات تفاعل حدث بشكل تلقائي؟ لاحظوا أعزائي، لا التفاعل الأول ولا التفاعل الثاني ولا التفاعل الثالث حدث بشكل تلقائي. كيف نثبت ذلك؟ لاحظوا أن مع النواة توجد، تقذف بالجسيمات. الألمنيوم قذف بنيوترون حتى يحدث التفاعل، والبلوتونيوم قذف بجسيم ألفا حتى حدث التفاعل، والتفاعل الأول الأكسجين قذف ببروتون، وإلا لما حدث التفاعل بشكل تلقائي. إذن هذا عبارة عن تحول غير تلقائي. الآن نختم هذا الدرس بإحدى التطبيقات على التحول غير التلقائي، وهو عملية الانشطار النووي. ما هو الانشطار النووي أعزائي؟ انقسام نواة ثقيلة. عملية الانشطار لا تحدث إلا لأنوية ثقيلة وتكون قابلة للانشطار. تقذف بماذا؟ القذيفة تكون عبارة عن نيوترون بطيء، أي ليس بسرعة، حتى يمكن التحكم في عملية الانشطار، ويكون الناتج عبارة عن نواتين صغيرتين، وتنبعث عدد من النيوترونات، إما نيوترونين أو ثلاثة، بالإضافة إلى طاقة هائلة جدا، وهو تطبيق إليه إما في صورة مفاعل نووي أو في صورة قنبلة نووية. عملية الانشطار النووي تحدث أنوية ثقيلة كما ذكرنا، خاصة اليورانيوم 235 والبلوتونيوم 239، واستعرضنا هنا انشطار اليورانيوم 235 قذف بماذا؟ قذف بنيوترون. إذا لدينا نيوترون قذفت به نواة اليورانيوم
235 ماذا أنتج؟ أنتج نواتين بعد أن كان في صورة نواة غير مستقرة. نواة غير مستقرة ماذا أنتج؟ أنتج أعزائي الكريبتون، أنتج الكريبتون. فقط للتوضيح كما ذكرنا في التعريف، النواتين الصغيرتين هم الكريبتون 36، لاحظوا العدد الذري من 92 أصبح 36، بالإضافة إلى نواة أخرى صغيرة بالنسبة إلى البداية، بدأنا ب 92، لاحظوا الآن أعزائي العدد الذري 56 وهنا 36، بالإضافة إلى، لاحظوا في التعريف ذكرنا أن عدد النيوترونات الناتجة يتراوح من 2 إلى 3، بالإضافة إلى الطاقة الهائلة التي تنتج. لاحظوا أعزائي هذا النيوترون دوره ماذا؟ دوره أعزائي لولا وجود هذا النيوترون لما حدث هذا التفاعل بشكل تلقائي. إذن دوره أن يشطر نواة اليورانيوم ويحدث هذا الانشطار. إذن بدون هذه القذيفة لن تحدث عملية الانشطار النووي. إذن هذا عبارة عن تحول غير تلقائي، ونكون قد وصلنا بهذه الشريحة إلى نهاية هذا الدرس. أرجو أن استفدتم منه، وإلى لقاء جديد بإذن الله.